وينضم إلينا من الجزائر العاصمة كريم قندولي مراسل الغد. كريم، يعني ما هي أصداء تصريحات الرئيس الفرنسي في الجزائر، سواء كانت الأصداء الشعبية أو الرسمية؟ نبدأ من الأصداء الشعبية، لأن الأمر أول شيء يتعلق بالشعب الجزائري، هذه الأمة العظيمة التي ترفض أن تركع إلا لله، مثلما قال الرئيس عبد المجيد تبون. هذا الشعب الذي قدم 5,630,000 شهيد طيلة 132 سنة، ومليون ونصف مليون منهم كانوا وقضوا نحبهم كشهداء في ثورة التحرير الكبرى في خلال 8 سنوات. بعد مرور 60 سنة كاملة من محاولة فرنسا لإخفاء الحقيقة، حقيقة مجازرها المروعة التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري الأعزل والجالية الجزائرية والمهاجرين المتواجدين هناك، فرنسا مثلما قالت وزارة الاتصال التي تسوق لنفسها على أنها بلد الحريات والديمقراطية وحرية التعبير، ألقت بأكثر من 300 شخص مكبل اليدين في نهر السين، وأيضا جسر ميشيل شاهد على ذلك، وأكثر من 800 شخص لا يزال حتى الآن لا يعلم مصيرهم، تم إلقاؤهم في مجاري القاذورات وفي نهر السين. بالتالي سقوط هذا العدد الكبير في يوم واحد، وصفه حتى المؤرخون الفرنسيون وأيضا هناك منهم الأوروبيين بأنها أفظع موجة قمع في تاريخ أوروبا الغربية. ليس الجزائريون من يقولوا هذا، الرئيس عبد المجيد تبون أقر ترسيم وقفة يعني دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في تلك المجازر، مجازر باريس في 17 من أكتوبر 1961، وسيكون ذلك ابتداء من يوم غد، ابتداء من الساعة 11 صباحا في كل المؤسسات العمومية والخاصة، وكل يعني الجزائريين سيتضامنون مع هذا الحدث العظيم. يأتي ربما حسب التحليلات التي استطعناها من طرف محللين سياسيين، هذه الخطوة من طرف الرئيس ماكرون تأتي كنوع من التهدئة، خاصة في ظل توتر العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة عقب التصريحات التي وصفت بالتصريحات اللامسؤولة. وبالتالي اليوم هي صفحة أخرى في سجل، مثل ما وصفته وزارة الاتصال، سجل العار الذي سيبقى مكتوبا على جبين السلطات الفرنسية التي تعترف اليوم بعد 60 سنة بجرائمها في حق الجزائريين العزل، والذي يعني كرس كيوم للمجاهد في الجزائر. شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسل الغد، كنت معنا من الجزائر العاصمة.